خلال الثورة الليبية مئات الآلاف من الأخوة الليبيين نزحوا الأراضي التونسية واستقبلوهم التوانسة متحاصل معناها بصدر رحب، وقعدوا في صلها عند الأهالي حتى وفات المحنة متاعهم. ومن نتائج الطريفة متحاصل معناها متاع التواصل هذا انه في صلها 300 فتاة ليبية تزوجوا بشبان توانسة، وأنا نهنيهم متحاصل معناها ونتمنى لهم السعادة والهناء. وأنا هكت متحاصل معناها تمنيت الوحدة ما بين بلدان المغرب العربي الكبير تتبنى بالأخوة والمحبة والحب. شوف سي الحبيب، راه نقول ان من لما يتزوج ليبيه مات اعزب، حتى لو كانت مطلقه، لانه لعلمك المراه المطلقه كانت متزوجه قبل ما تطلق. وهو عموما فيه خمسه طرق تجعل كل رجل فرحان في حياته. الاولى ان يجد فتاه تجعله يضحك، والثانيه ان يجد فتاه تشاركه كل شيء، والثالثه أن يجد فتاة تبيه حب حقيقي، والرابعة أنه يجد فتاة تهتم به. والخصال هذه كلها موجودة الحقيقة عند الفتيات الليبيات، على شرط أنه ما يخليش الأربعة بنات يعرفوا بعضهم. المثل الحقيقي يا قذافي يا أبو هبلة يا أبو منشة، هو بيقول من لم يتزوج مصرية مات أعزب. شوف يا حبيب الملايين، إحنا سمعنا إنه عندكو 500,000 شقة مفروشة فاضية في تونس، وإحنا مش مشكل ممكن أربع جوزات يسكنوا في شقة واحدة، نبعتلكم 2,000,000 بنات وتدوهم الشبكة والمهر والعفش ودقوا المزاهر يلا، وياهل البيت تعالوا، ويلا على واحدة ونص يا بنات. ارقصوا غنوا امرحوا، ارقصوا غنوا امرحوا، الى الامام الى الامام. الجمال الحقيقي، الجمال الحقيقي هو جمال السودانيات. تعالوا نعملوا وحدة افريقية الصمرة، وانا اوعدكم اغني في الزفة يا كهلة يا بنت عمي مهلاكي، الله ينزل زيدي سعد باباكي، والليل نعرسه آي آي آي، وغدويك نهرسه آي آي آي، يا سلام يا سلام وغدويك نهرسه. ونوعد كل تونسي يخرج الساعة 2 في القايلة بتاع وسو أنه يتحصل على الجنسية السودانية الجنوبية مجانا إن شاء الله.